تشخيص الحالة الصحية الراهنة للمزروعات وطرق الوقاية ومكافحة الأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية هو عنوان الندوة الوطنية التي أقيمت بقطب الجودة للمنتجات الغذائية بمنطقة مداغ إقليم بركان. لقاء علمي نظمه المركز الجهوي للبحث الزراعي بوجدة بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء من أجل تشخيص الحالات الصحية الراهنة لأهم المزروعات، وتأتي على رأسها الأشجار المثمرة والبواكر، كما تم من خلاله عرض لمستجدات البحوث الزراعية المتعلقة بمكافحة الآفات التي تهدد تلك المحاصيل. Le rendement d'une ferme est très important, c'est ce qui va déterminer la profitabilité du fermier. Souvent, ce rendement il est affecté par les agresseurs biologiques, comme les insectes, les virus, les champignons, les nématodes. Et aujourd'hui, on focalise donc sur ces problèmes pour voir comment on peut atténuer les effets de ces agresseurs et aussi pour apprendre des nouvelles technologies qui ont été présentées. L'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, il a des programmes de recherche dans ce domaine, que ce soit au niveau des agrumes, de l'olivier, du palmier dattier, des maraîchers. Et on a eu plusieurs présentations ce matin, parmi lesquelles une qui focalise sur les différents programmes donc de l'INRA. Une deuxième présentation qui a été donnée par l'ONSA pour montrer les préparations et les activités de l'ONSA donc pour mitiger et pour diminuer les effets de ces agresseurs. Et l'ONCA a donné une présentation sur l'aspect économique. Quel est l'impact de ces agresseurs sur la rentabilité? Donc cette journée a été jusqu'à présent fort enrichissante et très intéressante. Et le résultat final, ces nouvelles découvertes vont bénéficier le fermier aussi bien au niveau de cette région de l'Oriental qu'au Maroc. المنطقة الشرقية هي منطقة فلاحية بامتياز، عندنا تقريبا واحد 20,000 هكتار ولا كنجوزوها ديال الحوامض، ونمتاز ايضا بلاكليمونتين دو بركان كوم لابيل ديال الحوامض اللي عندنا على مستوى الجهة الشرقية. كاين مساحات مهمة ايضا ديال اللوز والاشجار ايضا ديال الزيتون. الأهمية ديال هذا اليوم الدراسي كتكمن ايضا في طرح ديال المشاكل ولا الامراض اللي كتعاني منها هاد الاشجار المثمره على مستوى الجهه الشرقيه. تكلمنا على الحواميد، دونك كاين المشكل ديال لاسيراتيت واللي كان في السنوات السابقه مشكل كيعترض تصدير الحواميد على المستوى الشرقي. الحمد لله بفضل المجهودات اللي قامت بها الوزاره ايضا المنتجين والمصدرين تمكنا اننا نتجاوزوا هاد الافه هذه. عندنا مشكل ديال النخيره ديال الخشب ولا لو سكوليت ديال اللوز، والحمد لله ان الوزاره منكب الان بتضافر المجهود ديال الجميع للفلاحة وايضا لونكا ولونسا ولينرا باش يمكننا نتجاوزوا هاد النخيره ديال الخشب ولا لو سكوليت. نو زافون ايغالمون لا مالادي ديال لا كوشني ديال الكاكتوس، نو زافون 3 فوايي، كان 3 ديال الفوايي ولكن ماشي بداك الاهميه اللي كان في مناطق اخرى، ولكن عندنا 3 فوايي وكنحاولوا ايضا باش نقضيو على هاد الافه هذه باش يمكن يكون عندنا منتوجات خاليه من الامراض. اهم ما جاء في العرض كان كيتكلم اولا على التركيبه ديال المتخصصين في المراكز العشره، بحكم ان هاد حمايه النباتات كتعرف واحد المجموعه من المتخصصين بما فيهم الاخوه المهتمين بعلم البكتيريا، وكاين علم الفطريات، كاين اللي مهتم وكيركز العمل ديالو على الفيروسات، وكاين على اعشاب الضاره، وهكذا كان تكلمنا حتى للتغطية الجغرافية للمراكز العشرة من خلال 16 برنامج بحث اللي عرفوا هذا المخطط أو البرنامج ديال 2017-2020. وإلى جانب نتائج البحوث والتجارب العلمية التي قدمها الباحثون من خلال هذه الندوة، تم تقديم عرض حول استعمال التقنيات المتطورة لمعالجة الآفات الزراعية بالاعتماد على طائرة بدون طيار مغربية الصنع. فبالإضافة لعملية الرش التي تقوم بها هذه الطائرة، يمكنها التقاط صور جوية دقيقة للضيعات المغروسة وتساعد على الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تلحق بالنباتات.
من بين الحلول اللي جبناها حاولنا ندخلوا التقنيات الجديدة، مثلا تقنية الدرون اللي نحاولوا بها نديروا التريتمون تاع ليزاغروم ولا اللوز، هذه من التقنيات الجديدة اللي تستعمل في أوروبا، والحمد لله عندنا أخصائيين يديروها اليوم في المغرب. كاين كذلك نحاولوا نقتصدوا في لو نومبر دو تريتمون، فترات تاع التريتمون باش نديروا 4 نقدروا نديروا غير 2، والفلاح يقدر يقتصد وعندها واحد لامباكت ايكونوميك على الفلاح وعلى الدوله. اذا هذه التكنولوجيا ديال الدرون او طائره بدون طيار هي تكنولوجيا جديده لمعالجه الاشجار والنباتات، والمشروع مغربي 100% وتسهروا عليه مهندسين مغاربه مؤثرين في الشراكه مع مدارس مهندسين وجامعات وفي شراكه مع عده قطاعات في ميدان الفلاحه. دونك هذا المشروع تهدف الى معالجه الاشجار كما قلت والزراعه بصفه عامه واستعمال المبيدات للمعالجه بطريقه فعاليه. دونك هذا المشروع بدينا العام فايت ودرنا عده تجارب باش نبينوا الناس مدى فعاليه هذه التقنيه وهذه التكنولوجيا، والحمد لله تجارب مع الفلاحه في ضيعات وفي لي زاغروم على الروز العام فايت درنا بزاف ديال المعالجه، ماشي تجارب، عالجنا تقريبا ما يناهز واحد 2000 كتار وعطات نتائج جد مرضيه وجد عاليه الحمد لله. وخدمنا ثاني على تورنسول، خدمنا على المايس، خدمنا على الكانا سكر، خدمنا على بزاف ديال المزروعات واللي عطات نتائج جد قيمه الحمد لله.